صباح الخير البنات، كي دايرين؟ شباركم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الزياره ديالنا جاردان دي ماجوريل، حديقه ماجوريل. وصلنا لها ان شاء الله، ندخلوا تشوفوا تفاجئوا بالمنظر الجميل. هنا في غيليز كيف ما كتشوفوا هنا دايرين الزوار اللي هما اقل من 12 سنه. هيا كيدخلوا غراتي، يعني كيدخلوا مجانا. وبالنسبه لهذا بالنسبه للدخول 40 درهم، وبالنسبه للطلبه اللي هما جامعيين كيدير لهم تخفيضات، كيدير لهم تخفيضات هذا 25 درهم. والدخول من 8 حتى 5 ونص، من 8 حتى 5 ونص. هادو بالنسبة يوميا. ونهار كاتين شنتي هذا شو تندير حتى من 8 حتى 6 تيزيدو واحد الساعة، فمن بين 9 الصباح حتى 5 د العشية. صافي، هادو هما المعلومات على حديقة ماجوريل. وردوا البال، ردوا البال، لأن كاين هنا جوج ديال سميتو. هنا كاين تيغاس ماجوريل ماشي هي حديقة ماجوريل، وهذه اللي هي الميوزي إيف سان لوران ماجور من مراكش، هي ديال تبعهم، ديال تبعهم. احنا دخلنا ديالهم، هذا الباب ديال الدخله. هاد الجاردان ماجوريل، حديقة ماجوريل، كان قدرها رسام فرنسي جا عاش هنايا وكيحماق على الرسم، ومنين رسمها خلى الدنيا كلها. نورمالمون معروفة مراكش بالأحمر، مراكش كنقولها مراكش الحمراء. هو دار الدنيا كلها زرقاء، كيف اللي سمات هذا مراكش، يعني بواحد شكل جديد في مراكش، لون ازرق هكا، يعني ولات مميزه حديقه ماجوريل. وهنايا حنت كاين عامر شويه حتى نكون راجعين ونعاودو نشوف هاد البلاصه. هادي الناس كيتصوروا بزاف، نمشيو نستغلوا فرصه ندورو واحد، يعني جاردان كبيره بزاف.
كل شيء ملونة بالذرة. فيها واحد هنا فيها واحد متحف أمازيغي. الديكور داير كتير، فيها هنا انواع السلطات بزاف، هنا انواع السلطات. أنواع ديال الصبار، أنواع شوف هذي هاد الصبارة هادي لي أنصف معانا، هادي ديال صبار المكسيك، وهادي الطويلة ديال الأرجنتين، وهادي الطويلة تاهي تاهي أرجنتين. لا هادي كاتبين فيها هاد الطويلة هادي ديال كاليفورنيا، وهادي الطويلة هاد النخلة هادي أرجنتين. هذه التهية كاليفورنيا مكسيك، يعني كان كاين مكسيك وكاليفورنيا و يعني سافرو في إكوادور. هذيك من هي ها الجهة الأخرى من هي مورا، هذه اللي ديال سميتها ديال المكسيك، من موراها ديال الإكوادور جايين من كل واحدة، كل صبارة جاية من دولة. هاد لافونتين هادي نورمالمون متحف تقريبا يتنفد، إذا ما حلوش دونك. هاد المسافة هادي كلها هي اللي بحالها من دخلة من الجهة الأخرى اللي قلت لكم كانت عامرة الناس، قلت تدخل شوية نعاود نرجعو لها، دونك غيبة حتى لهنايا، يعني هاد الطوالة كاملها نفس هذا، نفس الدروة، يعني نفس المدخل، نفس الطريق، جاية حتى لهنايا، قدامها، سبحان الله، سبحان الله.
سبحان الله. Dice, sì, io quiero ir a Maracay. Giorno. Oh. Hadi café, hadi maca maggiore. Café le va a fare. متحف أمازيغي. هنا كاين مكتبة، هنا كاين بوتيك، كاين بوتيك يعني الارتيزانة، وهنايا دايرين مكتبة، ومتحف مربوط، كاين متحف أمازيغي. بس ديال الورق الحج حديقة زوينة الدايرة، حتى شارك ديال الأمازيغ روعة الحديقة الصراحة، كتحسي بالارتياح هنايا، واللون الأزرق حتى هو كيريح. عندي شجر البنان، الموز، عندك تلقاوش قريب هنايا، هي نقاد عندنا شي قريب من هنا ولا شي حاجة. تاع داك نقاد عندنا شي قريب من هنا.
شفتوا هاد النخله شحال طويله ما شاء الله. واو، واحده كبر منها. شوفوا كيف وصل هاد النخل. تحركت شي حاجه؟ انا قلت لك شي قريد ينقز علينا. شي قريد خدي داك القيدر طاح. هنا كيبينو هاد البشر اللي هنايا منين كاينين، يعني واحد عيط جايه من الصين، واحد من مكسيكو، افريقيا، وهذا إسلام، وشمال افريقيا، وكاين جنوب افريقيا. هذا نصب تذكاري ديال السالون. ميموريال نعم، ما نكونش في الشارع كنت حنت في الشجرة هذا مدققين واحد الشتا زوين، يعني هاد البلاصة كلها عرفت ما فيها الشمسة، ولكن الشكل ديال هاد الأغصان، هاد الأغصان هادو أغصان البامبو. يقول له السق، سق البامبو، سق البامبو. هذه الحديقة جايب من كل العالم حاجة. شوفوا كاتبين فيها، يعني كاتبين التاريخ فاش تلاقى، وشي حد كاتب هنايا ذكرياته وانت السنة اللي جاو، شي حد معاه كاتبينهم ينعب ساق البامبو. ده كله ساق البامبو.
حوض في حوض سمك. المزرعة ديال السمك هنا باقي كيكتبكم ديال سق البامبي كبيرة يعني في ساعة العودة ثاني. من كل دولة جايب غصن وجايب شي حاجة هذه ديال تشد الأشجار من كل دولة. هذه هي البلاصه اللي كنا مع المره الاولانيه اللي كانت عامره وحسن عاود نروحو دابا نعاودو نرجعو لها. هي هذه اللي كتطل على حالها وحسب ندخل قبل ما تعمر. يعني شاده لديك البلاصه اللي تو دغوا حتى البلاصه فين كاين متحف امازيغي. هادي اللي بينت لكم من الجهه الاخرى. صافي هادي حديقه ماجوال زينه الصراحه، الواحد يحس بالراحه. تعرفي على شحال الحوايج فيها، انواع الاشجار. هو جاك ماجور كان ولدها، من بعد طرتلو المعلومات اللي عندي طرتلو حادث وهذا صافي مات في فرنسا. يعني تا فرنسا باش يتعلمي مات تماك. صافي بقات هذي بحال حديقة يعني كتقولو لها الناس يشوفوها. يا بريفي ماشي خاصة، يعني ماشي تبع الدولة، يعني خاصة. شوف هذا المكان. نتمنى عليكم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هذه الفيديو في هذه الحديقة هذه. صافي هذا مكان غادي نخرجو الخروج من هذه البلاصه دي. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى تستمتعوا معايا في هذه الجوله دي في هذه الحديقه ماجوال. ديما كنقولها لكم شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.